مواطنة تونسية، كيفاش تقيم الوضع العام تاع بلادنا؟ من ناحية المعيشة يعني ولا؟ قولي نبداو بالمعيشة. المعيشة هاي حدث ولا حرج. متفائلة أنا. شفت تضحك من بعيد هذاك علاش عيطت. قلت خلينا نضحكوا برك هكاك نبدلوا في الجو. شنو الوضع في البلاد؟ قلت لك غالي برشا يعني كمواطن ريت مثلا امرأة معارسة وعندها صغير يعني زي يمكن 2000 دينار. يعني زوز ملايين. اي زوز ملايين. علاش الناس اللي تحكي معايا يقول لك فادد مخنوق ملا بلاد ملا عيشه، عليه هكا؟ تركب في المترو هذيك الساعه هك تعرفها كيفاش الدحام والكل، عندك تاكسيات ماهيش موجود هكا، هذا ما يفددش. الماكله والتاكسيات هما اللي فدوا كل شيء. هذه هم اصلا ما فهمش خدمه، حتى كنت لوجه خدمه هي ما فهمش. ماش خدم بيه مش بي. هكا من اي ناحيه ما فهمش في تونس. انت متفائله اللي جاي؟ نورمال. لا ماشي قلق. ماشي قلق، تعود. انا حتى استوى الامر نورمال. كيف استوى الامر؟ هكا هو قبلنا، كهو قبلنا الوضع بي. نسبة الامل انه الوضع باش يتحسن قداش عندك تقريبا؟ لا لا مستحيل سبق الخير والله وراس اختي. انت راهي بلادنا مزيانه. وين تشوفي فيه مزيان؟ من عهد الاستعمار ما تبدل شيء. بلي تفرج تلفت. رانا 12 مليون كهو، علاش متشائمين؟ علاش يائسين؟ 12 مليون 20 مليون يا بنت. شكون حسبهم لك؟ انا متاكده عشان اللي نشوف في يدي ما يزيد. شنو الحاجات اللي ماذا بيك يتصلحوا في البلاد؟ اول مره النقل، النقل انا هبلني النقل. مقهوره من النقل باين الحكايه. مقهوره مقهوره على الاخر من النقل. اسطول كامل لازم يتبدل تاع المترو. بدلوا لك النقل سي بون، ترجعي تضحكي وجوك باهي. ليه انت قلت كيفاش نبدو؟ هذه البدايه يعني تاع النقل كهو، هذه البدايه. نبداو اول حاجه بالنقل. اول حاجه بالنقل. يرجع لك الامل وقت تصلح النقل ان شاء الله. نولي نمشي ندور على راحتي لو جا على خدمه. الله يجرها على صلاح. ما عندي ما محلاها. محلاها معزه، بلادنا باهي، بلادنا حنينه، شعبنا مثقف وذكي ومحلاه. والله يجرها على صلاح من الاخر وعلى الاخر. انا سالتك السؤال وانت تصدمت وشديت فرا، علاش كنت تضحك؟ خاطر الواحد كي يشوف برشا حوايج قلبه يوجع، معناتها ما يحبش بلاده كيف هكا، ما يحبش برشا حوايج، ما يحبهاش بلادي راهي. موطني موطني. احنا مش برشا، قريب 12 مليون. الله غالب، الله يجرها على الصلاح وكهو. ديما انا وحدي ومع الناس مع كذا نقول الله يجرها على الصلاح. هذه كلمتي. ما نستاهلوش اللي صاير. لا. لا ما نستاهلوش، هذا الكل ما نستاهلوش. وشعبنا واعي ينجم بروحه روحه يصعد ويطلع ويعمل كل شيء. عندي امل، هو امل كبير زاد. تفائلوا خيرا تجدوه. اللي جاي خير ان شاء الله. كشاب تونسي كيفاش تقيم الوضع في البلاد؟ مزري. ما يبشرش بالخير جمله. تشاؤم؟ برشا تشاؤم. مش تشاؤم، هو الواقع ديجا. هو يقول تفائلوا خيرا تجدوها، ما وينه الخير؟ فما خير في تونس؟ فما شيء. نبرتك بكلها يأس. اكيد. مش انا، الجينيراسيون تاعي الكل والشباب الكل كلها ميؤوس منها في البلاد هذي. كلها يأسة. ربي يجريها على صلاح وكهو. شنو نقول لك؟ ان الوضع كارثي جدا. الناس تعبه، العبد اللي تجي تكلمه تقع على اعصابه، برا السبيطار تعيف حياته كل من الستريس، الناس ما عادش قادره باش تاكل، الحليب مفقود، سكر مفقود، تمشي باش تاخذ الحليب، بوني وبوليسيه، يعني تلمو عايشين على القهوه، نقول لهم يسالش حمد ولا فهمت الانسان، لكن شيء بصراحه يأسف. وتونس نقول لك انا ضاعت، مشات. كريمه مشيت ما عادش قادره عبيد باش تاكل باش تشرب. سامحني يحب لك ستي يلزمك تصور 4 ملايين باش تعيش في تونس، 50 دينار تعبي لك شقفه بصراحه. وفما حاجات تغمض عينيك ما تشوفهاش، المدالينه غاليه، يعني نحكيو على الغله بصفه عامه ما عادش قادره العباد. قل لي ترى شنو العباد باش تعمل؟ باش تلزوا يسرقوا، يتلزوا يحرقوا، يتلزوا يعملوا برشا حاجات خايبه اللي هو ماهوش حاببها. الوضع هذا نتاعنا يلز الانسان باش يعمل حاجات ماهومش نتاعو. انسان يرقد على اعصابه. قبل كانت الراحه كريمه وكنا مرتاحين، قبل ناكل ونشرب وما نخموش نرقد وحط راسي، توا ما عادش. 10000 قبل كنت مع بيبي قفه انا. علاش كل ما نحكيو على وضع البلاد الناس تحكي لنا على القفه وتحكي لنا على العصب وعلى الستريس وعلى الغش؟ اعملوا شنو تحبوا انتم، الناس تحكي لكم. المعيشه هي الفالور. انسان ما يقدرش باش يعيش اولاده كيفاش تحبوا يبدا اليز؟ ماهوش اليز، يبدا تعب. كريمه انا كي بدا جيبي فارغ نبدا تعبه، سي لا فيغيتي. كريمون واحد يحكي راهو سيريو، تحبوا الناس تحكي خل تحكي.
يعني كلام كله صحيح، مش نبدا نتنوفق انا لابس علينا نو، كلنا تابعين. توا كانت قبل ثلاثه يعني الاول الثاني، توا المراتب كلها طايحه، اللي صار 5 ملايين ماهوش عايش، تاعب نفسني ما تقاهش بدنيا، تقاه نفسانيا تاعب. الناس عند بر البسيكياتري تقاه معبي بالناس المرضى بعصابها من الوقت كريمه الوقت تقوم ما عندكش شكون يملك توا غير اللي يبني من الانسان ما يوصلش الواقع. قبل كانت الدنيا كلها رخيصه، توا الدنيا شعلت شعلت صفه غريبه، العباد ما عادش قادره الواقع. والله كاتاستروفيك من نواحي الكل، من نواحي الكل ما فما حد شيء يعجب، حد شيء. اون بو با اتر اوبتيميست، يا حسره يا حسره. كنا قبل عندنا شويه امل شويه، ما توا لا لا. درجه ياس ليكستريم، ليكستريم تاع الياس، مانيش رافي حتى شيء على خاطر يا با دو فولونتي. كان جات فما فولونتي نقول لك يمكن، اما يا با دو فولونتي. فما بالعكس، فما الفولونتي في دون لوتر سونس، فولونتي نيجاتيف. معناها ماذا بينا نزيدو نغرقو ما نقدموش، خاطر فما لي بوسيبيليتي باش نقدم. داكوردو، انسان عندها بلاد عندها الفلوس وعندها منين تجيب الفلوس، والحلول موجوده، واحنا نمشي ونقترضوا وندينوا رواحنا وندينوا ولادنا ولاد ولادنا. اش تحكي انت؟ شنو الفولونتي اللي فما؟ وين الفوسفات نتاعنا؟ وين الطاقه الشمسيه نتاعنا؟ بورتراتس اللي فيه برشا فلوس، العباد الصغار اللي تحط فيهم في الحبوسات وتخسر عليهم في الفلوس، خرجهم لبرا كي يغلط غلطه، اعطيه يعمل ترافو بيبليك، اعطيه يعمل حاجه منه يتربى وانت ما تخسرش عليه الفلوس، بل بالعكس فما ميليان مويان. خطي الناس كي تغلط، خلي العباد تتنظم والعباد تنظاف وتدخل فلوس للدوله. علاش لافامي وهالريق هذايا اللي تعمل لنا فيه؟ علاش تغرقوا فينا؟ علاش الحلول موجوده؟ إذا أنت تعرف شكون اللي سرق البلاد وشكون اللي خرب البلاد وشكون اللي غرق في البلاد، فاش تستنى؟ فاش تستنى باش تحاسبهم وتاخذ فلوسهم وترجع لنا فلوسنا؟ دونك فما فولونتي بوليتيك من حتى ناحية. أنا عندي 10 سنين و15 سنة نسمع لهم باش يصلحوا التعليم. فما بلاد تعليمها دو سيت فاسون تحب تقدمها؟ اش تحكي أنت؟ أني جيل باش يطلع. أني جيل ما يعرفش يعمل جملة كاملة. ما يعرفش يتحدث مع الناس، ما يعرفش يقعد مع عليه. حتموا البلاد الكل، حتموا جيل كامل، حتموا شعب كامل. وين ماشيين بيه؟ وين ماشيين بيه؟ إذا ما نعطيوش قيمة للتعليم وما نصلحوش التعليم تاعنا، راهو زايد ما فما حتى أمل في البلاد هذيا. لا تقول لي لا نقل لا صحة لا حتى شيء. التعليم سي لاباس، سي لاباس دو تو. بكل صراحة الوضع في تونس حالة مزرية، وربي يقدر الخير وربي يجريها على صلاح وكها. مزرية من أي ناحية؟ من نواحي الكل، جميع النواحي، سيغتو الاجتماعية، زوالي ما عادش خالطة لحتى شيء. فمتى معناها قبل كنا نحمد ربي ونشكروه، بل سوا ديزون احنا نقولوا ثورة، ما هو اونتر بارونتيز انقلاب مش ثورة. قبل كنا نحمد ربي 10000 فرنك لقفت زوالي، الحمد لله يا ربي روح قاضي أمور مريقلة. تويكا الطبقة اللي كانت معناتها المتوسطة قبل تويكا في الحضيض. شنو اللي وصلنا الوضعية هذه؟ أنه ما خدمناش، ما عندناش حب العمل، ما عندناش العمل في بلادنا، ما حبيناش رواحنا. قبل كل شيء ما نحبوا، فما المحبة لبناتنا ما فماش محبة، وما حبيناش عندناش عقلية العمل. أوتوماتيكمون ما نلقاو ما نخدموش ما نجدوش. ما نجموش ناخذ حتى شيء. وضعية اقتصادية صعبة ورديئة جدا، نعيشوا في أسلك وأحلك أقصى فترة، مش أسلك، نقولوا أحلك أحلك فترة في تاريخ تونس والأيام بيناتنا. الناس ولات تتمنى أنه يرجع المستعمر. الناس تتمنى أنه يرجع عهد البيات. الناس تتمنى أنه جينا نوليو مقاطعة أمريكية ومقاطعة فرنسية. أقسم بالله، ولا نخبة سياسية طيبة ولا نخبة سياسية تخدم في البلاد همتهم جمعان الفلوس وبكلهم ما فيهمش خير الكل كي بدون استثناء. ناس ما تخافش فينا ربي ويويلهم قدام ربي، ما همش خايفين فينا ربي، والناس يويلهم قدام مسؤولين قدام ربي الكل كي، ونهايتهم قريبة قريبة والأيام بيناتهم. المعروف كونه التونسي محب للحياة، يخدم، ذكي، لاباس، شنو اللي خلينا نوصل لدرجة نتاع اليأس هذه معناها، ودرجة أنه ترى الأفق كلها مسكرة في وجوههم؟ إذا كان الهرم ما يكونش القمة نتاعو طيبة، أوتوماتيكمون القاعدة شو تكون حالها؟ راه الناس ما تخافش فينا ربي، ما حبتناش، ما خلوناش نحبوا بلادنا.
وما عندناش اذا كانت توخاو معنا سياسه الانضباط وحب العمل والانسان ما عندناش عقليه الغنيمه في الوطن العزيز هذا اوتوماتيكمون اذا كان ما نحاول عليه وزالي فواغ انه تونس تولي تونس جنره تونس فيها اولياء صالحين تونس فيها الناس تخاف ربي التونسي طيب بما فيه التونسي كي يتقلق يقول لك والله ما نقتلك بعتالي العشية يحملك ويبوسك ما صار حد شيء طيبة القلب اللي عند التونسي ما عمرها ما كانت في حتى مواطن في العالم تونس باهي والمواطنين توانسة باهي والتوانسة باهين أما إذا كان القمة حالة حليلة أوتوماتيك موف زالي فواغ أنه نعيش بكلنا حالة حليلة معناش محبة البلاد معناش محبتنا في بعضنا معناش خوفنا ربي في بعضنا السياسة في البلاد هي اللي خلت المواطن يفد من البلاد فهمتني كمؤامرة على الشعب فهمتني حاجة كمؤامرة على الشعب لي تسأل ويقولك البلاد نحب نهجم البلاد وين باي سامحني السؤال وين باش يمشي هو كي باش يهجم البلاد باش يمشي للأوروب باش يحرق يبات تحت القناطر فهمتني باش يمشي للبرد فهمتني باش ويوصل غادي يقول يا ليتني نرجع لتونس هذا شنو حسب رأيك وين باش يمشي إنسان هذه بلادنا فعلا ويلزمنا نبقوا ونحاولوا نحسنوا من ارواحنا شوي ونتعاملوا على الله كل واحد يمشي يشوف حل الروح ويخدم فهمتني باللي يعطاه ربي هذه بلادنا وماهيش كبيره برشا 12 مليون تقريبا نجيو معتمديه في بلاد من البلدان الاخرين علاش هكا صاير فينا كمساحه بلادنا مش كبيره شوي وكشعب بلادنا كبيره فهمتني ولا لا صاير فينا هكا شعبنا مثقف محليه واعي محليه وواعي وما شاء الله عليه اما المؤامره اللي خلت الشعب بكره تو تونس تو نحن من 2011 ورد جي بدينا نتراغو يا حسرة على عهد بن علي يا حسرة على كذا بن علي مش باش تحبس عليه الدنيا صحيح بيجي نهار ويمشي بن علي على روحه وشنو نزعم كهوة وعلى الدنيا السلام تيما و كل واحد يشوف اش عنده اش لازمه فهمتني ولا لا انت متفائل باللي جاي ان شاء الله ان شاء الله نتفائل والعلم عند الله قديش نسبة الامل انه بلادنا تتحسن بخير عندي الامل انا ديما ريتيني تو نقول غدوة عندي الامل ديما الامل موجود ما نقطعش من رحمة ربي